السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه شروحات اونلاين المخصصه في موجه مشروع من برامج ومواقع وكذلك ربح المال من الاسهم. موضوعنا اليوم وهو ايضا شركه ربحيه جديده موثوقه يعني قديمه في عمليه الربح يعني عن طريق ضغط الاعلانات. هذه شركه يعني لها مصداقيه كبيره جدا يعني كبيره جدا باذن الله ولها يعني اكثر من سنه يعني وهي تدفع بطريقه منتظمه والادمن يعني كل مره يطور في الموقع. هذه الشركة هي تدفع لجميع البنوك يعني بايزا بيرفكت موني بيتكوين يعني كما تحب يعني طريقة الدفع تاعها. للتسجيل فيها هو تسجيل بسيط جدا، نضع نيو ريجستر، نضع الاسم الادريس اعطي الادريس اليوزر نيم نعم باسورد والرمز هنا ثم العلامة ثم ريجستر. طريقة بسيطة جدا نعم. سوف تأتيك رسالة للتأكيد في الايميل. ندخل إلى حسابنا الآن لتأكيد حسابك فقط، ننتظر حتى يدخل الموقع. هذا الموقع ذات الحد الأدنى وهو $2 نعم $2 يدفع لك. رابطك تجده هنا، رابط خاص بك لإحالتك لإعطاء لأصدقائك يعني التسجيل تحتك. أيضا الشيء الجميل في الموقع هذا يعني الإحالات يعني بواحد دولار يعطي 5 إحالات يعني الناس تسجل تحتك 5 لمدة ساعة، وهذا من أجل وصولك إلى الحد الأدنى في أقرب وقت. قد تشتري يعني 10 يعني 50 مثل ما تحب أنت يعني الاستثمار. للضغط للإعلانات نذهب هنا عفوا هناك إعلانات نعم. الميزة في الموقع يعني في يعني ميزات كبيرة يعني ممكن أنك تكتشفها هكذا بالضغط. المهم انك تضغط يعني توفر مبلغ من المال، هذا المبلغ من المال يعني تدفع تحوله الى بنكك يعني او بطاقتك او اي شيء، تقوم باستغلاله يعني في تطوير موقع مثلا بشراء دومين بشراء شيء تريده انت. نعم هكذا بالضغط على الاعلان ننتظر الثاني مثلا. يعني لو تقوم بالعملية مع جميع الإعلانات الأخرى طريقة بسيطة جدا نعم. مثلا الاستئجار من حسابك هذا يعني لو وصلت مثلا $1 وأردت تحويله للحساب ماذا تفعل؟ تذهب هنا نعم. تقوم هنا بالانس يعني تحطها هنا تكتب المبلغ الذي تريد سيستثمر نرجع به إلى هنا. نذهب هنا سوف تجد حساب في حسابك هنا يعني أصبح فيها $1 نقوم هنا يقوم بعملية الاستئجار. طريقة بسيطة جدا 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 يعني لو يعني أي إنسان في العمليات الربحية يعني عنده إشكالية يتصل بنا فقط يعني نحن نقوم يعني بتخصص يعني في الشركات الربحية يعني ربح ساتوشي أو جمع البيتكوين. في الأخير يعني نرجو منكم الانضمام إلى موقعنا يعني والله يعني موقع متميز يعني يشرف عليه أكثر من 6 أو 7 من الأشخاص وبعمل لايك لصفحتنا. هو موقع جديد يعني بإذن الله سوف تجد كل ما يعني كل ما تريد. وفي الأخير نتمنى لكم أمسية جميلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.